Like flex on you haters, hi haters. Yeah. This is my world, so it's all in my favor. Yo, du von mir in der Auto beide, oh mein Gott! قبل ما نقول شيء اشتقتوا لي. اليوم رحت جبت ريكي ومام من المطار. Welcome to Dubai. وجينا على جميرة زعبيل سراي هوتيل فخم هون بدبي. وأنا عادة بعملكم الجولة بالفيلا، بس هالمرة is Ricky. Hi, I'm Ricky. Megan pool. Hey, the owl pool, mini pool. What in China? Wow. Hey, the babe knows deep. Nice. Hey, the خريف تكتي عاد لحالك هيك by yourself. Such like a private room. إذا حدا ما بده يقعد بالبيت مع العيلة كله تقعدوا هون. هاي دي الفيلا. لا لا مش ضروري تعملها. شكرا شكرا. جينا لجوا. واو يو بلش اكل already. جميرة is always amazing. اهم من هيدا المنظر هيدا المنظر هيدا المنظر. اه يا سو بيوتيفول ريكي. ثانك يو. That's been Jumaina Le'ele. Thank you very much. It's a khalas. That's amazing. Our private pool, Ricky. And this is my pool. لا هلا رايحين محل تاني لحظة. واو. اوكي يلا فرجينا فوق. هلا حنطلع على التوب. شو في هون؟ في غرف نوم ولا شو في؟ بتشوفوا هون؟ ها؟ يا. واو. هاي غرفتي ايه؟ لا هي غرفتي هون. تعالوا ليكو بتنام و انت بتاخذ الغرفة الكبيرة. بعدين تعالوا هون فيكم تقعدوا اذا بدكم. اوه ويت لحظة في شي هون. واو انذر تيرس. هيدي بنشرب فيها قهوة. قهوة ولا متة؟ اوف غرفة ثانية؟ كمان إلي. ما تقعد على كل لون هلا، إذا واحد لإلي مثلا. Good night. حبيبي رايحين عند الـ VR بارك. يلا ليتس جو. إيه كثير نايم. أول الشغلات اللي لازم تعملوها بدبي هي الـ VR بارك بدبي. ما في ناس تعمل الكاميرا هون، بس في ناس تعمل تليفوني، سو حجرب اطلع على الكاميرا، بس إنه أكيد حيطلع بمنظري هون. كل الرايدز هون في اكسبيرينس مختلفة، يعني بدكم تحطوا الـ VR تتحسوا إن أنتوا هونيك، بعدين بيصير شيء، مثلا أنتوا عم بس حبوا برج خليفة بيوقع فيكم كارت ليش لكم بتعيطوا؟ اكزاكتلي. أنا ما بدي هالأشياء هذي كلها، هاي الرايد بدي بس شوف مناظر. بس بدها تستمتع بالمناظر. أكشن ما بعد. That was awesome! كثير حلوة من قناة دبي. برج خليفة. آخر لحظة أنا بقرب. تطلع لفوق. كون عم توقعوا من برج خليفة. بس شو بنا؟ بس هلا بدنا نعيده. قلبي انا قربنا نوصل 500، فينا نربح شيء ب 500.
Yo, so Jana min VR Park بعد ما هلكنا. It was so much fun. ما فكرت حتكون حلقة حلوة للكبار, فكرت بس للصغار, بس it was amazing. سمعي مام جوا عم تقول كل أوضة فيها حمام, ما شاء الله. أنا بعدني بلا أكل من الصباح, فبدنا نتعشى بواحد من المطاعم هون بجميرة زعبي الفراعي. لحظة, شو هيدا؟ كلاسي, واو. تحتين مام تكوتي انتي. هديك نهار نزلت فيديو وحدا علق تعليق like انه انا طريقتي لتعبير عن الاكل هي فيها كذا شغلة, باذنجان وما بعرف شو كذا شغلة. So true. ولاحظت انه كثير منكم بتتابعوني بدكم تعرفوا شو النباتيين بياكلوا, فحجرب قد ما فيي ما اقول كذا شغلة وعن جد الكم شو عم باكل. طبعا عنا اول شيء شوربة عدس, ورق عنب, سلطة حمص, وسلطة فيها جرجير, خيار, رمان, معمولة من الجوز وبرغل و I think بندورة, بغنوج, حمص, يوم حمص is life, بندورة وبصل وفلافل وهيك شيء حلو, هيك شيء artichoke. Yeah, we did it. The king عم ياخد باستا مع فرايز. Wow, mean ads that Ricky. A few moments later. She's done one. بعد دقيقة تركتك دقيقة. Good night. صباح الخير. أكيد كالعادة متي وفيروز الصباح. وهيدا المنظر. هيدي أرفيلا. مستحيل ركي ما يوعى ونشيل الأكل. هلا ركان كوتشي كوتشي انت, بدنا نروح نتروق. I knew it. شوفوا الفرق, حطيت فواكه, فيكن شوفوا حوالين تبوا كله شوكولات, فيكن تعرفوا شو هاد وافلز مع نوتيلا تحتين. بدو يعبي نفسه طاقة لأن عنا يوم طويل مع مغامرات رهيبة. دايما ان شاء الله بالفرح يزول. كوتشي حلقي العصفور عنا ما بتعرف تحي للباب هون. Be free. Zanzibar can feed monkey so it's fine. عصفور عادي. اليوم عيد ميلادها لماما, فحجزنا لها تروح تعمل مساج وتستمتع بالسبا هون بتعبي الفراعي. بيقولوا من احلى السباز بدبي. بس نحنا هلا بتشوفوا شو حنعمل. شغلة تانية لازم تعملوها لما تيجوا على دبي هي موشن جيت ودبي باركس اند ريزورتس كله. حاسي حالي بديزني لاند. محمد؟ ايه انا فكرت هو حيتحمس هالقد, بس انا عم بتحمس زيادة عنه. Once upon a time, in a land far, far away, there was a beautiful swan. Get her out of the way. Kachakuchi is into. Yeah, you buy authorized permission. I mean, Kachakuchi of them all. You buy the kenta. ناسي انه هون في كمان رايد بتخوف كتير, وطلعنا على وحدة شو الاحساس؟ كنا عم نبكي جوا الرايد تبعين راح صوته, بس انه كتير بتخوف كتير, يعني تقلو وتعمل مليون شغلة وكي. انا كتير فخورة فيك honestly, انا مش حاسة بإجري.
excited to have you here today. So excited to be here. What's up, Pennsylvania? خلصنا من كل المغامرات اليوم. هلا اجت ماما ريكي على البحر تنشوف غروب الشمس. هون احلى محل بدبي تشوفوا غروب الشمس هو قدام برج العرب. كمان كتير حلو للتصوير. كتير تعبانة بس بناخدهم هلا على الاكواريوم بدبي مول. محل لازم تشوفوا له اذا جايين على دبي. ننهي الليلة بشغلة لازم تعملوها إذا قدوا دبي. عشاء حد أول شيء برج خليفة والفاونتن دانسينج فاونتن. نحن جايين على مطعم هون فيكم تشوفوا كل هالمناظر اسمه بي بابل. مطعم لبناني كتير كتير طيب. شوفوا كل الأكل اللي نزل النباتي للكبة لأن ريكي بيموت بالكبة. كذا شغلة ساعتين. Yeah.